شكلك ما عمرك لعبت مع أردنية ها؟ لعبين مع أردنية وكلهم مخسرون. اه لا ما بصير حارب والله العظيم بنقك صفر انت حارب يا زلمة بشفع. يسعد اوقاتكم جميعا واليوم تحدي جديد مع اخ جديد. عرفنا عن حالك. معك مؤمن الشمري من الاردن. هاي هي بس كفه بس شو بدي اقول كمان انه كيفك مناح الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله. شلونك انت؟ اذا انت مناح انا بكون مناح. او ماي جاد او ماي جاد الكذب او ماي جاد الكذب اجمله. انا عارف. لا مش عارف. هلا انا قلت لك شو بدي جلدك جلد. اها شباب بدك تربط. اها عمل لك ملوخيه. خلني ساكت. بيعمل لي ملوخيه. الاخ استفزني كتير يعني, فلذلك حافتح روم السبع ايام عند هاي الشغله. بس بدي فرجاك لما البروفيشنال يلعب. حط السنايبر لفرجاك لفرجاك قيمتك. بس تلعب ضد الصيد ورطه وتتحدى بتقول لا تهايط ومدري شو. عيدوا عيدوا هودي الاسبوع انا بنسيتار. عيدوا. طيب طيب ماشي. سنايبر بعني مش شاطر كثير بالسنايبر هاي بقول لك. ايه بس انت قلت لي حتى لو سنايبر حتخسرنا. ان شاء الله قول ان شاء الله. شو قلت لي بروفيشنال؟ ايه لك بشوي شو مفكر تلعب ضد عالم ولاد بيعرفوش يلعبوا؟ مبين كثير. تعرف تعال فرجك تعال فرجك واضح تعال فرجك تعال فرجك يلا يلا. شكلك ما عمرك لعبت مع أردنية ها؟ لعبين مع أردنية وكلهم مخسرون. حرام حرام حرام. بدك لك بدك سنين بدك سنين لتوصل المستوى. عادي 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 بدك سنين. مبلغ. اسمع اسمع صبتك ولا لا؟ صبتني يا زلمي. يلعن أبوها الببجي يا زلمي. طب ما صبتك يا زلمي قبل ما تصيبني. بلعكو كسكوب بس وسكوت. انا دائما بنطي العدو يعني هيك. ماشي 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 ماشي, ماشي. خليه ينبسط اول كيل بعدين بجننه. طب ليش عم تلطي ليش عم تلطي يا خي؟ طب ليش عم تلطي؟ ابلع. يلعن ابوها ببجي. يلعن ابوها خي. طب بصبتك يا زلمي. شو عمل لك؟ يا وحده والثانيه لما تتحداش أردنية تتحداش النشامة. هلا بتشوف خليك ورا الصندوق بشارفك. خليك ورا الصندوق. خليك ورا السنسن. أنا مو ورا الصندوق أنا واقف لك بالأوبن يا رجل. تعال أقول لك تعال بكيس. تعال أقول لك تعال عم تلعب مع البروفيشنال بابي. يي 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 يا حرام يا حرام رم. وين صوتك من اختفى صوتك؟ بس تعالي روم شو اسمه يي بلعت. لا 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 حتى فرجيك قيمتك قدام السيد ورطة بابي. لا مزلمي ورا الصندوق بتضلك حارس. حبيبي الله يخلي لك اهلك يا روحي. بلعتك بلعتك طلقه. بلع. يا الله لا مش بكوسي. حاج بكوس حرام يا حرام. لك بشفع لك بشفع لك. خذ هالكل خذ حرام حرام حرام. ابلع. كنت عم بعطيك الكل عاطي اعطيتك هالكل لانك ابلع. لا لا ما اعطيتني شيء لانك نوب. لا 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 تضحك علي قاعد. هو انا عم بضحك عليك على كل الميلات. يا الله يا الله. بس لو بصور عشان لك لك انا بحبش احكي كتير. انا بحب لك انا لعبي بيحكي عني لو سمحت. انت كتير بتحب تحكي. انا بحبش احكي كتير لو سمحت. انا ما لحق انا حاكي شيء انت اللي بتحكي. يا زلمي انا في بكس كمان.
ماني كمان في بكز. عملت فيك يا حرام. ها رم بلعتك يا زلمي. يا اخي انت كل ما تهايط تبلع، لا تهايط خلك هيك خلاص يا حبيبي. انا بهايط وببلع يعني ما ببلع حبيبي ماشي. ها مثل ما هلا ابلع. يلا يا زلمة يلا يا زلمة. وحدة بوحدة. تعال خذ الكل. تعال خذها تعال خذ. كابتن رفش ياخذ كل يا زلمة. لا هك صارت كتير هاك كتير هاك. عم بعطيك الكل فقبك. طب بعطيك الكل فقبك تبكسني. بكسك طبعا. انا ما بحب السنايبر اصلا بس يلا. هلا صرت تتحجج انه بتحبش السنايبر. يعني انت قلت لي حتى لو سنايبر حتخسر لك صح ولا لا؟ طبعا. وحلقت او لا؟ طبعا. لات يعني خسرت. طيب لا لا لا. لا هيك ما اتفقنا. حرام حرام. اخ يا ابي بلطه يا ابي بلطه. هاي لك طول عمرك. هاي اذا بتلعب كل لعبه ببجي طول عمرك مش حتجيب مثل هاللقطه. هلو. شو المشكله؟ انا ما بعرف العب وانا بسولف. هاي المشكله عرفت؟ وانت ما بتسكت يا الله يا زلمه. بعدين معك. حرام حرام رم. او كيف صبتك؟ او تعال خد الكل. خد مبسوطة يا بيبي. شو مبسوطة؟ سمعني صوتك. وين صوتك؟ مش عم اسمع. كمان واحد عم بدك اعمل لك روم. اذا بنضلنا من هلأ للصبح مش هتربح ولا روم. انا اشوف. يلا على انفورات. هاي جبت مقطع حسابي. يلا كيف. حبيبي انت جيت علي. حبيبي انا العالم. انا العالم بتحلف بحياتي بالببجي. يا حبيبي انا اسمع. انا ما بتقدر لي الاسلحه ما بتقدر. خليك عم تحكي. خليك عم تحكي. كفي عم بسمع. كفي عم بسمع. مشان الله اثبت خلينا نعرف العاب. تعال اقول لي. شو يا بيبي طفي الزحلقة. شو يا لا انت تزحلق. ما بدك ايه؟ لا يا اخي ليش خفت؟ خفت بدي العب ازوك يعني. ليش عملوها الزحلقة؟ لحتى شيلها؟ طبعا مش لحتى شيلها. هلا ما تزحلقتش وخسرت. نوب. خليك فوق. نوب. شلون انت بتكمبر؟ انا بنت عم تعمل مت. طبعا جايك وجه لوجه. وينك؟ يا لعنة ابو الزحلقة. ماشي حرام. لو تحط الزحلقة بس. اهدي حطفيها. دقي خلنا طفيها. طفيتها يعني. للزحلقة طفيتها. هاي اللي عم تتحجج فيها طفيتها. خليك ورا الصندوق. الله خليك ورا الصندوق. حرام. هاي حرام يا زلمي. قديش بدك اعمل لك دوره تدريبيه؟ قل لي. بدك سنين. بعدين معك. بدك سنين. قلت لك مستواي. قديش بينك انت؟ بينكي 100 يا روحي. طب هينا لعبنا لك بالانفور. طب ما خسرنا. يلا ماشي. لا ما بصير. حارب والله العظيم. بينجك صفر انت. حارب يا زلمه بشفع. طفينا لك الزحله. طب كنت لو اني مشغلها بعدنا كنت عمال. شو كنت عمال؟ وجه لوجه حلقت لك يا فاشل. فاشل. شو اسمك؟ تذكرني شو اسمك؟ شو اسمك الكريم؟ مؤمن. عراسي يا خيو. بس انت هلا تغير اسمك لفاشل.
لفاشل. وارز شلون هيك انت تعمل؟ ولك لك حبيبي عم تلعب بالفاجنال. معك الخمس ثواني بعدها. استفاد منها استفاد منها الخمس. لك اذا بدك بعطيك الفري كل بدك؟ بدي ها. تعطيني؟ بدك تعال خد يا عيوني تعال خد لك فري كل خد لك. خايف؟ والله ما بصير والله خايف. ما بصير يا زلمه مش فاعلك والله مش فاعلك. شو بدك اكثر من هيك؟ لا مش هاكر. مش من اللي حدك عم يقول عني هاكر لهالدرجه؟ اني قوي لهالدرجه عم توصفني بالهاكر؟ لانه اول ما اطلع انا فجاه اموت مباشره. لانه حبيبي عم صيب هيد شوتات. بدك تتعلم بدك. قلت لك بعمل لك دوره تدريبيه. لا 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 انت بتعرف مكاني بس انا ما بعرف مكانك. تكسب كل وكيف؟ ها خي انا بعرف منك منك لقطه منك لاطي. منك لاطي. حرام. بدك فريكل؟ تعال اعطيك فريكل. تعال خد فريكل خد. يا حرام. حارب يا الله. اول مره بشوف لاعب بنط قدامه بطخ. حبيبي انت عم تلعب مع بروفيشنال مش نوبير. حارب تعال اعطيك فريكل. تعال خد فريكل. تعال لحق حالك خد فريكل. تعال خد فريكل خد. يا حارب كم فريكل اعطيتك؟ ذكرني كم فريكل اعطيتك؟ ولا واحد. فيا شباب مثل ما شفته كان الاخ عم بيزرك لي كان شايف حاله علي مصدق حاله انه في لي. احكي لك كلمه بعد الهزيمه اللي اكلتها مني. احكي لك يعني انا ما حبيتش احرجك قدام المشاهدين تبعينك وخسرت حالي. ماشي كبير انت كبير ملك طبعا انا مالك بحبك ليش خسرك؟ رأي يا بيي عم تخجل. لك بما انه نحن هلا انت اليوم ضيف الحلقه الليله انت لازم تنهي الحلقه. انت لازم تحكي للمتابعين لاي لايكات لازم يوصلوا. احكي لك شي كلمه احكيه. طيب يعني خلص مليون لايك ان شاء الله على المقطع. وصلوا على المقطع 100,000 لايك. فشباب بعرف انه فيش عندي لايكات كتير بس شو بدنا نعمل؟ الله كريم وبكره بذكركم كيف بدي اجيبها لل 100,000 لايك بسهوله. بس بعدها مش هلا. المهم ف ونهاك خلص نهايه الفيديو. ما تنسوا تحطوا اللايك والسبسكرايب وحيلا شيء لذيذ منكم. والف تحيه للاخ مؤمن اللي كان بيلعب ضدنا هلا اللي حلقت له يعني من شوي. وبس سلام يو